المحكمة الإدارية كما هو معلوم صدرت 7 قرارات بطبيعة بين رفض شكلا وأصلا ورفض الطعن، معناها هذوما الكل 7. باش تصير يعني من بعد معناها استئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية. بطبيعة الحال المحكمة الدوائر معناها الاستئنافية اللي هي في الطور الأول راهي خلافا لما يشاع، راهي تولت البت في عدة معناها عدة مواضيع. مثلا بتت في شرعية البطاقة عدد 3، راهي البطاقة عدد 3 دائرة من الدوائر هذوما الكل 7 معناها قالت اللي توفر شرط معناها البطاقة عدد 3 اللي حطته الهيئة راهو شرعي، واللي هي معناها البطاقة عدد 3 هي إحدى الوثائق المكونة لملف الترشح للانتخابات الرئاسية والتي تعتمد من الهيئة للتثبت من مدى توفر شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية المرتبط مباشرة بصفة الناخب بموجب القانون وبصفة المترشح بموجب الدستور، والبطاقة عدد 3 لا تمثل شرطا جديدا. هذا في خصوص معناها برشا دوائر قالوا لي البطاقة عدد 3 هي معناها شرعية وعمل الهيئة هو سليم. في خصوص تركيبة الهيئة زادة ومعناها اعتبرتها هي تركيبة شرعية وقانونية، معناها خلافا لما يشاع تركيبة الهيئة. في خصوص توزيع التزكيات زادة اللي اعتمدته الهيئة 10 للدوائر الانتخابية لا تقل الواحدة عن 500 ومجموعة التزكيات 10,000 معناها تزكية، اعتبرت انه قرارات الهيئة سليمة المبنى واقعا وقانونا. في خصوص معناها تجميع التزكيات النيابية و إضافتها لأحد المترشحين معناها ضافها في أجل معناها الاستكمال فترة التصحيح، قالت اللي هو لا يمكن التوسع في هذا الاستثناء ولإمكانية التصحيح هذه تعد استثناء لا يجوز التوسع فيه وتحول معناها الإمكانية هذه دون معناها معناها التمتع بالمساواة يعني بين جميع المترشحين الآخرين. وقالت اللي المترشح هذايا معناها كانت عنده الإمكانية باش يمد التزكيات النيابية ولكن اختار مد معناها الهيئة بالتزكيات معناها الشعبية، ولا يمكن معناها إضافة وإيداع التزكيات النيابية لأول مرة خلال فترة التصحيح. بالنسبة كذلك راهي المحكمة الإدارية اعتبرت أن تقسيم الدوائر الانتخابية حسب المرسوم عدد 55 الصادر في 15 سبتمبر 2022 هو معناها تقسيم سليم وقانوني، وبالتالي أن الهيئة أحسنت تطبيق القانون. هذا في خصوص التقسيم يعني الجديد 161 دائرة معناها انتخابية تشريعية. في خصوص نموذج التزكية كيف كيف اعتبرت أن الإجراءات والشكليات والبيانات المستوجبة اللي اعتمدتها الهيئة بخصوص صياغة مضمون الاستمارة هي إجراءات تنظيمية تدخل في صميم معناها سلطة الهيئة الترتيبية، وأن هذه الإجراءات الكل ضرورية لإثبات صدور التزكية عن الإرادة الحرة والفعلية لصاحبها ونسبتها إليه، وتضمن كذلك معناها الإجراءات هذه الكل حماية تلك الإرادة من كل تزوير أو تغيير أو تحيل، كما أن تلك الإجراءات معناها والشكليات والبيانات تتناسب وغرض حماية التعبير الصادق عن إرادة الشعب في نظام ديمقراطي. هذا في خصوص شكليات التزكية. في خصوص معناها كذلك عمل الهيئة أكدت برشا دوائر أن عمل الهيئة معناها في التعامل مع التزكيات ورفضها معناها هو هي إجراءات سليمة وقانونية. بطبيعة الحال تعرفوا أنتم اللي فما دوائر حكمية توجهت لمقر الهيئة اللي معناها مراجعة والوقوف على صحة التزكيات المرفوضة وطلعت على جداول توزيع التزكيات وتحققت أن الهيئة معناها هيئة الحكمية هذه من كل استمارة التزكية مرفوضة ومن صحة كل سبب معناها اعتمدته الهيئة لإسقاطها، وانتهت الدوائر الحكمية هذه إلى سلامة عمل الهيئة، وأن العبرة معناها في الرقابة على سلامة التزكية تكون من خلال الاستمارة الورقية الخاصة بكل مترشح. كذلك في خصوص التوكيل الخاص اللي اشترطته الهيئة لتقديم مطلب الترشح نيابة عن الغير، اعتبرت أن الشكلية هذا معناها اعتبرت أن مطلب الترشح يكون بالضرورة بصفة شخصية من المترشح أو عن طريق ممثل معناها بموجب توكيل خاص
يتضمن تعبيرا مباشرا من المترشح عن تكليفه بإيداع ملفه ملف الترشح بطبيعة، وأن هذه الشكليات هي شكليات ضرورية لصحة الترشح وما يمكنش معناها قبول مطلب الترشح بدونها. وقالت أن النزاع الانتخابي يخضع إلى إجراءات خاصة ومبادئ قانونية متميزة تحول دون الاستئناس بالمبادئ الإجرائية الموضوعية اللي هي في أصناف أخرى من النزاعات، وانتهت إلى أن القاضي الانتخابي يتقيد بعبارة النص المنظم للنزاع. يعني في خصوص كذلك إعلام النيابة الممضى معناها من المحامي على معنى الفصل 2 من مرسوم المحاماة الصادر في 2011، قالت اللي إعلام النيابة هذا لا يقوم مقام التوكيل الخاص ولا مناص للمترشح إلا التقيد بصيغة التمثيل المستوجبة بمقتضى النصوص النافذة. بطبيعة الحال يعني هذه الكل إجراءات خاضت فيها المحكمة، وأكدت أنه عمل الهيئة هو عمل قانوني وشرعي وسليم وموضوعي. بطبيعة الحال نحن باش ننتظروا توا باش نردوا على الطعون هذه الكل في الطور الاستئنافي أمام الجلسة العامة القضائية، باش نتمسكوا احنا بدفعاتنا، باش نتمسكوا بتطبيق القانون الدستور، وإن شاء الله ربي يوفقنا الكل.